سوق الأحد في حجة من الأسواق الشعبية القديمة، وهو سوق للبسطاء الذين يأتون إليه من مديرية كثيرة، أبرزها عبس وكعيدنة والشاهل، وتتوفر فيه الاحتياجات وبأسعار بسيطة. الشوب من العهد القديم تتواجد فيها الحرف القديمة والحرف المستحدثة من جميع الأنواع بأسعار بسيطة ومباشرة، والبيع للمشترين أصحاب البسطات يأخذون بالربح القليل، بارك الله في الربح القليل. وبيع الأشياء القديمة تراثية كامل تتواجد فيه هذا سوق الأحد من زمان وسعر رخيص. السوق هذه تمام تواجد من كل مكان، من سلام وحجور وشمط، تواجدين بيع وشراء ويشتروا رخيص وغالي مستقبلين، والحمد لله الأمر سامر من كل جانب. في السوق تحضر كل الاحتياجات، ففيه السمن والعسل، وهناك الخضروات واللحوم والأسماك، وتباع في السوق أيضا الحيوانات من أبقار وأغنام وغيرها. السوق كبير وعظيم ويبلغ أكثر من 40 سنة أو 50 سنة من عندما افتتاحه، ويتكون من جميع، يعني يدخل فيه جميع أنواع المحافظة، من حجة، من الحديدة، من أمران، وهو سوق واسع جدا وقديم، ويشمل جميع الحيوانات والمواد الغذائية والقات والسمن وجميع الأنواع. سوق الأحد سوق يعني ما خلص أنا إلا هو موجود، يعني أنا عمري حوالي 50 عام يعني ما أعرف نفسي إلا هو موجود، وأتباع فيه يعني جميع الأنواع الشعبية. السوق هذا سوق شعبي له حوالي فترة من أيام الثورة، وسوق شعبي عام في موروث شعبي، في موروث حضاري يتكون من أبكار وأغنام وحبوب، والمهم أنه سوق شعبي ضمن الناس جمعاء يتم فيها المخلاف بشكل كامل، مدينة عسلم كذلك إلى عبس مدينة كعيدنة يضمهم أطياف الناس كلهم، وسوق أسبوعي يحتاج إلى دعم. هذا السوق يحتاج إلى إمكانيات ودعم شوية وتخطيط السوق تنظيم سواء ونزوله إلى نسحبه شوية إلى الزفلت أساس أن يكون قريب من الزفلت، فإحنا بحاجة إلى مثلا دعم شوية هناجر وأشياء من هذا القبيل على أساس السوق يكون سوق راكن ومرتقي، لأن السوق هذا في منطقة بعيدة عن الزفلت شوية، رغم أنه يضم الأطياف كلها حق الناس كلهم، وسوق أسبوعين. السوق ما زال يعني هو يوم في الأسبوع وباقي الأسبوع يعني بالنسبة تمام، لكن بالنسبة ليوم الأحد فهو يوم في الأسبوع يجي عليه من جميع الجهات. الزائر للسوق يشعر بمتعة الحياة ومتعة التسوق، خصوصا وأن مظاهر التسوق تبرز بأشكال مختلفة وقديمة أيضا، كالقادمون على ظهور الحمير وغير ذلك من المظاهر المعبرة عن اليمن في الماضي والحاضر والمستقبل.